السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا عيلتي يا كل ما ليا في الدنيا دي؟ الحمد لله ربنا عوضني بيكم، والله احلى اخوات واحلى اخوة. ربنا يديم المعروف والمحبة ما بيننا يا رب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. النهاردة عاملين كابوريا، ايه رأيكم في شكلها؟ جميلة وحلوة ازاي؟ ريحتها جميلة اوي اوي اوي. ما تيجي نشوف احنا عملناها ازاي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي معايا الكابوريا زي ما انتم شايفينها، طبعا هفتح عليها، انا حطاها في مصفى، هفتح عليها الميه وبالراحه كده ونبدا ننضفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو خش ورك، شفت الحته دي؟ نخش كده عشان بيبقى فيها رمل، ننضفها كويس جدا، نقعد ننضف فيها كويس عشان الرمل اللي فيها ينزل. تحت الحنفيه كده وابداي اشتغلي ونضفيها دايما، يعني ننضفها كذا مره عشان تبقى نضيفه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه الكيس ده عشان بيبقى فيه رمل، شايفين بيبقى فيه ايه؟ شايفين المسخه اللي فيه؟ فاحنا بنحاول ننضفه على قد ما نقدر، ننضفه كذا مره ان شاء الله وبالراحه وانت بتنضفيها عشان ما تتهريش منك ولا تتكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. وانتوا تجيبوا الكابوريا النوتشي اللي هي الانثى، عشان بتبقى البطروخ بتاعها اكتر من الذكر، هي دي انثى يعني. وحبيتي تطبخيها او تعمليها ما تجيبهاش وتعينيها في الفريزر لانها بتفرغ، هاتيها على طول سطحه واعمليها على طول في ساعتها، ما تعينهاش في الفريزر. عايزه تعينيها في الفريزر سويها وعينيها في الفريزر وقت ما تاكليها، امال ما تجيبهاش كده من عند السماك او من اي حته انت هتجيبيها منها وتعينيها في الفريزر، هتفرغ كل اللي فيها. انت نضفيها وسويها على طول وعينيها بقى زي ما انت ما عايزه، عايزه تاكليها في وقتها ماشي، عايزه تعينيها ماشي، براحتك زي ما تحبي. انا بقى هنضفها كده كويس اهو زي ما انتم ما شايفين، هقعد انضف فيها كويس جدا عشان ما يبقاش فيها رمل خالص، اغسلها كذا مره وبراحتي كده خالص وانا بعملها عشان ما تتكسرش مني، لانها ضعيفه جدا بتتكسر بسرعه. طبعا انتوا شطار وبتعملوا كل حاجه، بس انا بحاول اعمل عشان بنتي تتعلم كل حاجه، عشان فروحه تتعلم كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اهو، ننضف ابسط طريقه، اهم حاجه الكيس الرملي اهو، المنطقه ديت ننضفها كويس جدا. في ناس بتقصها بالمقص على فكره، بس عادي يعني، مش هقصها ولا حاجه. انا هنضف فيها كمان شويه، يا جماعه كان بغسلها تاني اهو معاكم عشان نتاكد ان نغسلها كويس عشان تبقى نظيفه من كل حاجه، مبقاش فيها اي حاجه، تبقى زي الفل. فرح وعلي طلبوها فقلت اجيب لهم على قدهم، بصراحه جبت لهم كيلو بس كفايه يعني، الحمد لله. انا بنضف، فرح بتوريكم اللي انا بنضفه، بس يا فرح ورينا على الحوض عشان البنات الصغيره اللي زيك تعرف احنا بنفتح بيها اهي وبننضفها بالطريقه دي. اهم حاجه الكيس ده عشان بيبقى فيه رمل كتير، عشان اصل الكابوريا بيبقى فيها رمل كتير، اتاكدي انها مغسوله كويس جدا جدا جدا، اهم حاجه الغسيل. هي الحمد لله نضيفه وزي الفل اهو، دي تالت مره بنضفها فيها اهو. زي الفل اهي معاكم زي ما انتم شايفين، اهم حاجه الكيس زي ما انتم شايفين كده، بنفتحه كده وبننضفه، هي حلوه وبالراحه وانت بتنضفيها عشان ما تتكسرش معاكي. خلاص انا بقى هشطفها كمان شطفه، هشطفها كمان شطفه وخلاص. دلوقتي يا حبيبي انا غسلتها كويس اهو، حطيتها في الحله ماشي، واكون حذره جدا وانا بعمل عشان ايه ما تتكسرش مني. ومعايا وريهم يا فرح كده، معايا يا جماعه طماطم، طماطميه قطعتها زي ما انتم شايفين كده، معايا فلفل اخضر قطعته، معايا فلفل احمر قطعته، ومعايا بصله قطعتها برضو، ومعايا بقى البهارات ايه، معايا ورق لورو، فلفل اسمر، قرفه، كزبره ناشفه، كمون، بابريكا، جنزبيل، ومعلقه خل كبيره. تمام، اقول لكم تاني البهارات، معايا ورق لورو، حبهان،
فلفل اسمر، قرفة، كزبرة ناشفة، كمون، بابريكا وجنزبيل. الخضرة بقى طماطم زي ما انتم شايفين، فلفل الوان وبصل. وفي حاجة نسيتها يا جماعة للأسف دلوقتي هجيبها، توم. نسيت فص التوم، فانا هحطه معاكم دلوقتي ان شاء الله. طبعا معايا الليمون، زودي ليمون زي ما انت محب زي ما انت عايزه، كل ما تزودي ليمون بيبقى حلو. وانا طبعا حاطه معلقه خل. طبعا هحط الخلطه دي كلها كده في الحله زي ما انتم ما شايفين. طبعا مش هقلب، هو تقلبه، ومعايا في حدود كوبايه شاي، كوبايه شاي ميه، كوبايه ميه، ماشي، كوبايه ميه، ميه شاي بس، ده اللي انا هحطه بس، بس كده ماشي. يبقى معايا زي ما انا قلت لكم الخضره والبهارات، وحطيت كوبايه ميه، كوبايه صغيره ليا كوبايه الشاي. هحط بقى الليمون واجيب فص ثوم احطه معاكم. اهو الليمون معايا اهو، انا هحط 3 ليمونات، كل ما تكتري الليمون كل ما يبقى جميله. وبعدين يا جماعه ما تزودوش الملح، انا ما زودتش الملح عشان دي مأكولات بحريه، وطبعا يعني بتبقى حادقه عشان بتبقى في البحر المالح، فما تزوديش الملح، هي كده كده هتبقى ملحها مظبوط ان شاء الله. كل ما يكون الملح قليل احسن ما تطلع معاكي حد، عشان زي ما قلت لكم ان دي مأكولات بحريه، يعني كده كده هتبقى مالحه شويه عشان بتعيش في البحر المالح. مفيش ابسط ولا اسهل من طريقتنا في الكابوريا. هخلص بقى اهوت عصر الليمون واجيب فص ثوم وتعالى نسويها مع بعض. دلوقتي انا ولعت عليها البوتاجاز اهي، هي بتاخدش وقت، فرح هتجيب بس الثوم المفروم وهنحطه، هي بتاخدش وقت. اوعي تقلبيها، لو قلبتيها هتتكسر منك، هي بتاخد بس 10 دقايق بس. انا هغطيها دلوقتي بالغطا بس، فرح بس هتجيب ايه الملح بس البتاع ده الثوم، وهغطيها هسيبها بس لمدة 10 دقايق، ما اجي اقلبها اقولك هنقلبها ازاي، بس فرح بس هتجيب ايه الثوم بس. يلا يا فرح عشان احنا عايزين نغطي الحلة، مش حطي حته صغيره بس يا فرح ما تكتريش بس. اهي يا جماعه زي ما انتم ما شفتوا بس كده خلاص. انا بقى هغطيها وهسيبها هي بتستوي لمده 10 دقايق. قبل اللي طبعا ال 10 دقايق هاجي عشان اقلبها، يعني كمان 5 دقايق كده هنقلبها مع بعض. انا هغطيها معاك اهو، اوعي تقلبيها بالمعلقه، هقول لك هنقلبها ازاي. اهو يا جماعه شايفين شكل الكابوري عدى 5 دقايق، هنقلبها بقى مع بعض، هقول لكم هنقلبها ازاي. امسكي يا فرح كده، فرح بتقول لكم اعملوا لايك. واو، بسم الله الرحمن الرحيم. اوعي تقلبيها بالمعلقه، لو قلبتيها بالمعلقه تتهري. هنقلبها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. رايك يا فرح في ريحتها؟ جميله والله العظيم يا جماعه، شايفين؟ عايزه اكل عليها كلها. انت بتقلبها بالطريقه دي، غطي برضو عشان تكمل سواها، هي ما بتاخدش 10 دقايق يا جماعه على النار. بس شفتوا انا قلبتها ازاي؟ هي بتتقلب بالطريقه دي عشان ما تتهريش منك، اوعي تقلبيها بمعلقه. دلوقتي يا حبايبي عدى 10 دقايق، هي كده الكابوريا استوت معايا، بقى هقفل عليها ونغرفها سوا. وهو يا جماعه ده شكل الكابوريا بعد ما استوت معانا، ما قلكوش بقى على ريحتها، ريحتها جميله جميله جميله، ان شاء الله طعمها يبقى جميل. طبعا اوريكم بس يعني بنفتحها ازاي، بس يعني عادي، يعني هي سهله، يعني مش مفيهاش اي صعوبيه، بس هي سخنه بس بصراحه مش هعرف افتحها معاكم كلكم. طبعا بتعرفوا تاكلوها، اللي بيحب بقى يقزقز بقى الحاجات بتاعتها، الديل بتاعها دي عادي. انت بتفتحها من هنا من ورا من هنا، بس سخنه والله، بس نازله عامله جاهز، بتفتحها من ورا من عند بطنها من هنا كده زي ما انت ما شايفه اهو، وبتبداي بقى ايه تاكلي فيها بقى، تبقى جميله. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وتكون الكابوريا بتاعتنا عجبتكم، وتكون الطريقه بتاعتنا بسيطه وسهله، واللي ويتمنى منكم ان انتوا تعجبوا بالفيديو، واللي مش مشترك عندنا يشترك بالقناه ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. وفي اخر كلامي احب اصلي على سيدنا النبي زي ما انتم اتعودتوا، اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى العمام بوجهه الكريم وعلى اله. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده خفيفه وبسيطه زي ما انتم اتعودتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.